أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع الواقع الصحي في العراق. نبدأ مع مستشفى الفلوجة الذي بدت خالية من الكادر الطبي هناك بسبب إضراب الأطباء عن الدوام. طالب الأطباء منذ فترة الحكومة في العراق بتوفير كافة المستلزمات ومنها مستلزمات الحماية، حيث يعني هناك يشهد العراق الكثير من حالات الاعتداء على الكوادر الطبية. دعونا نشاهد هذا المقطع من مستشفى الفلوجة. هسه شبه فاقد ويحتاج وعنده سكر صاعد، يحتاج للانسولين وايضا الضغط، ولا وحده متوفره من ذنب المستشفى. ليش؟ ماكو اي طبيب داخل المستشفى. تمام، وراح نشوف الرقم فارغه من الاطباء بسبب الاضراب. يعني الناس الممرضين يقول لك احنا ما بدينا شيء لان اضراب اطباء، والردها اليوم تفتقر الى اي طبيب بالردها الخاصه بمرضى كرام. الناس وين تروح؟ هذا الردها، هذا الردها، هذا المريض. السلام عليكم. السلام. عمي اكو طبيب اليوم؟ لا لا ما انا صار اسبوع ما اجي. ليش؟ الناس تتهمنا احنا نقول نحكي انه احنا نسوي تسقيف. اكو طبيب حاليا؟ صار كم يوم ماكو طبيب برده؟ صار 3 ايام. المريض من يحتاج شو تطلب؟ والله على المقيمين الرجال احمد جبار دي علي. نعم، ومو اختصاصه الدكتور رشيد. زين ليش ماكو اطباء؟ شفتوا اعزائي، يعني والله الموضوع ما اعرف احكي، ما اعرف شو احكي شو اقول. الناس تزعل علينا يمكن، بس والله العظيم هاي الحقيقه. الأطباء من جانبهم قالوا بأن الإضراب جاء للمطالبة بواقع صحي أفضل وللضغط على وزارة الصحة لتوفير الأدوية وحمايتهم وعدم تركهم في الواجهة وتحسين أوضاعهم، ونشر عدد منهم مقاطع مصورة تبين انهيار المستشفيات، كما سنشاهد في المقطع التالي لمستشفى الديوانية حيث تتجول فيه الجرذان داخل ردهات المرضى، فلنتابع. واقع مزري ومتهالك في العراق. طبعا حول الواقع الصحي في العراق، اطلق ناشطون على منصة تويتر واسم اضراب الطبيب او الواقع الصحي. دعونا نتابع اضراب الطبيب لواقع صحي افضل، هذا الهاشتاج جاء على تويتر من قبل الناشطين. مرتضى قال: كمية القصص اللي عندي حول المشاكل اللي نتعرض لها يوميا بسبب نقص الأدوية او فساد الصحة تكفي تسوي مسلسل ابو 5 اجزاء. كل هذا نتحمله والاعتداءات والوزارة مستمرة بفسادها، ومن نسوي إضراب على مود ننهض بالواقع تحاول تقالب الشارع علينا كأنه راح ينطلي عليهم هذا الشيء. إضراب الطبيب لواقع صحي أفضل. أنس الدريمي قال: وغرد وزارة الصحة والسرقة، وزارة حجب الوثائق والحقوق، وزارة تدنو نفسها لتسرق إعاشة طبيب خافر لمدة 24 ساعة أو 12 ساعة، وزارة لا توفر حماية لأطبائها، وزارة لا توفر علاجات لمرضاها. تمارا قالت: وجود هذا النظام الصحي المتهالك يمثل خطرا كبيرا يهدد حياة كل العراقيين، فمن الواجب الوطني أن يساند الجميع الأطباء في إضرابهم ومطالباتهم. إبراهيم غرد وقال: واحدة من أهم مطالب الأطباء هي إيجاد نظام صحي يليق بالمواطن العراقي،
وتوفير الأدوية المنقذة للحياة في الطوارئ وإدراج الاعتداء على الأطباء ضمن قانون مكافحة الإرهاب لتوفير بيئة آمنة لعمل الطبيب والمريض على حد سواء، إضراب الطبيب لواقع صحي أفضل. أظهر مقطع مصور كمية النفايات التي تملأ شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد وبالقرب من البنك المركزي، تكشف اللقطات التي سجلها مواطن بغدادي بألم حجم الإهمال والفوضى المتعمدة من قبل المسؤولين عن مدينة بغداد بعد عام 2003. دعونا نتابع هذا المقطع. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بالقرب البنك المركزي، شوفوا المهزلة، شوفوا الأوساخ، يعني حتى عامل النظافة شي يريد ينظف لكم. هذا شارع الرشيد، يعني الجمال، يعني الفن، تاريخ، تاريخ. هاي بغداد ويطلع لي مسؤول يقول والله احنا شنو احنا، يلا هاي بغداد، خلي يشوفها المسؤول، سيادة المسؤول، هاي بغداد، هاي الأوساخ، النفايات، لا حول ولا قوة الا بالله. شوف هاي، هاي الصورة حقيقة يعني ما أعرف شرد أعبر عليها، شرد أقول. يطلع واحد بأمانة بغداد يقول إحنا جاي نقدم خدمة وجايين نشتغل، واللي يحكي نطيح حظه، اللي يحكي نطيح حظه، يعني المسؤول منزل من الله. هاي يا المسؤول، تعال شوف هاي أمانة بغداد. يعني من المفارقات بأن البنك المركزي يمتلئ بالأموال مليارات الدنانير ليقوم بسرقتها سياسي العراق، بينما الشارع الذي بجنب البنك يمتلئ بالنفايات. وأين في العاصمة بغداد وفي أعرق شوارعها شارع الرشيد؟ دعونا نتابع بعض من التعليقات حول امتلاء العاصمة بغداد بالنفايات. أحمد قال: أمانة الفساد والمفسدين كما أسماها، يقصد أمانة بغداد، من بداية الشارع الرشيد الميدان إلى ساحل التحرير لا يوجد ولا حاوية للأزبال. بناز قال: والله حرامات هيك صارت بغداد مدينة الشعراء من 2003، من دخلوا الحرامية لبغداد هدفهم بس تدميرها، عساهم ما تهنوا، والله حرامات أجمل مدينة هيش يصير بيها. أركان قال: ذيول إيران يبوقون الفلوس حتى يعمرون بها طهران وقم، وهذا حال بلدهم. زياد علق وقال: باختصار شديد، العيب في مجتمعنا، فنحن من يرمي النفايات ونحن من لا يلتزم بأبسط الأخلاقيات. أما بالنسبة لموظفي أمانة بغداد فهم ليسوا من الفضاء، هم مواطنون منا وفينا. كما قال: يعاني سائقو نقل البضائع من التأخير المتعمد في مدخل العاصمة بغداد من جهة المعامل ومحافظة ديالى بحجة العطل المتكرر لسونار الفحص الذي يتسبب بأزمة خانقة تمتد أحياناً إلى 5 كيلومترات وتستمر لعدة أيام. مواطنون أكدوا وجود أياد تحاول فرض الإتاوات عليهم للدفع مقابل تسهيل مرورهم، وحملوا الحكومة ومحافظة بغداد وقائد شرطتها المسؤولية الكاملة. دعونا نستمع لهذه الشهادة من هناك فلنتابع. فد موقف ما أدري، تبكي على العالم، ما أدري تضحك على الحكومة، ما أدري نضحك، ما أدري نبكي. هسه أنا واقف، تدري وين يا محافظ بغداد ويا محافظ ديالى؟ واقف في منطقة 17 تموز، الحد الفاصل بين خان بني سعد ومنطقة المعامل اللي هي قبل السيطرة بالتركيلوات عدل. هاي اللوريات امراصفة من البارحة لليوم، يقلهم السونار طافي. انت ابو سيطرة المعامل، شنو ذنبك؟ تعال عم صور اللي جاي، شنو ذنب هاي العالم؟ هاي هسارة 3 كيلوات عن السيطرة، هو شارع سايد واحد وانتم قاطعين علينا. يأدري بقى بس وين نروح؟ وين نتوجهنا يا حكومة؟ انت يعني ما عندك قدرة تجيب لك سونار احتياط حتى تمشي هاي العالم المظلومة اللي صار له 4 أيام مرابط بأربيل ومرابط بالنباعي؟ شنو ذنب الناس؟ هاي الناس شنو ذنب السواق خطية؟ أنا أوجه نداء
طبعا مو لدعي رجال، لا اقول له غصبا عليك يا محافظ بغداد، وغصبا عليك يا قائد شرطة بغداد، وكل هو من مسؤول، وغصبا عليك يا ابو فهد سيد انه تعالجون امر هاي الناس. هاي الناس مو عبيد عند تخلفكم، كافعات خزيتوا العراق، خزيتوا الناس. انا اقول لك استاذية تبيح، اخذ السنوية اطبق على صفحك وحطه في جيبي. واقع مزري على كافة القطاعات مع الأسف. دعونا نقرأ بعضا من التعليقات على موقع فيسبوك حول هذه الحالة. أنغام قالت كلام صح، يريدون حفلة من المال، حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل ظالم تقول الله يلعنهم. سعد علق وقال الفساد نخر البلاد وأصبح ديدن المسؤولين العراقيين وشغلهم الشاغل، لا يفكرون كيف يقضون عليه، لا ولا ولكن يفكرون كيف يشرعنونه ويجعلونه مقبولا. كرار علق وقال قيادات الدولة أصبحت مرتشية مع الأسف، والمؤسسة العسكرية بدأ المواطن يفقد الثقة بهم بسبب انتشار الرشوة. الفقير وين يروح؟ إلك الله يا عراق. مهند علق وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، يطلع الكاظم يقول الخزينة خاوية وهذه مليارات نايمة بالشارع، يعني 3 و4 أيام سيارات إنتاجية نايمة بالشارع. علمود كم قشمر كما سماهم يريد يساوم أصحاب الشاحنات والتجار، لأن ماكو يستفادون من المنافذ الحدودية. قطاع الانترنت في العراق واحد من القطاعات الحيوية التي أثقلت كاهل المواطن بسبب حاجته الماسة لهذه الخدمة التي تعاني التخلف بسبب انخفاض السرعة ومحدودية التحميل، فضلا عن ارتفاع أسعار الخدمة بالمقارنة مع دول الجوار. صناع المحتوى أبدوا امتعاضهم بسبب تعمد وزارة الاتصالات في إبقاء الوضع على ما هو عليه دون حلول، رغم الوعود الكثيرة في تحسين الخدمة وخفض أسعارها، ما زاد مشاكلهم تعقيدا خصوصا مع انعدام الكهرباء التي أضافت هي الأخرى معوقا كبيرا لعملهم. دعونا نستمع لصاحب قناة تقدم محتوى تقني وشهادته حول الإنترنت في العراق قبل الانتقال لاستعراض عدد من التغريدات، فنتابع. يعني مو ادفع 30 دولار او 25 دولار، طبعا هذا ارخص اشتراك، على ماكو شيء. هذا مو انترنت، يعني صانعين المحتوى مثل المسوقين اللي على اليوتيوب، الجيمرز، جماعه الجرافكس اللي يبحثون اللي يدرسون، كلهم جاي يعانون من هاي المشكله وجاي يضطرون يسافرون غير مكان. فانتوا شنو جاي تهججون العراقيين؟ يعني عمي رضينا كهرباء، قضية مولدات، الماي جاي نشتريه، حتى الانترنت زين، الحل شنو؟ أنا متوقعي ماكو حل صراحة يعني، وأنا من أكثر واحد يمكن يأست من هذا الموضوع، لأن حاولنا ردنا عالجنا للأسف ماكو أي حل. يعني الأغلبية جاي يطلعون برا، يا أما الكردستان أو خارج العراق بسبب سوء خدمة الانترنت، خاصة عندهم شغل على النت. يعني مثلاً أعطيكم مثال، شفت يوتيوبر أو شخص ناجح بالإنترنت داخل العراق إلا ما ندر، إلا ما رحمه ربي، يعني كلهم خارج البلد، كلهم برا طالعين وجاي يقدمون محتوى. ليش؟ يعني من المستحيل، من المستحيل راح يتحارب، مو يتحارب يعني بشكل مباشر، راح يتحارب من ناحية الإنترنت، ما راح يقدر يقدم محتوى، ما راح يقدر يبحث. يعني إحنا مثلاً نقدم شروحات تقنية، بشكل يومي لازم نبحث، نبحث عن الانترنت، منين نجيب الشروحات، منين نجيب الشغلات اللي نبحث عنها. ترند تحسين انترنت العراق اطلقه ناشطون على موقع تويتر، تصدر الترند في العراق. دعونا نتابع بعضا من التغريدات. مصطفى غرد وقال وعود وزير الاتصالات، هناك تسعيرة جديدة للانترنت، العراق قادم نحو الجيل الخامس 5G، سأقدم الاستقالة إذا لم يتحسن الإنترنت، سأقدم الاستقالة إذا لم يتم تفعيل 4G، نستعد للتحول نحو الكيبل الضوئي لكل بيت عراقي. لم يتحقق 1% من التصريحات تحسين إنترنت العراق. بانس قال كافي، وصلت حدها، الإنترنت بالعراق سيء جدا ولا يخدم المواطنين، يجب إنهاء نظام الوايرلس الفاشل وتخفيض أسعار السعات إلى أقصى حد
ماكو بلد بالمجرة يبيع 1 ميجا بايت ب$100. عبد الله غرد وقال تحسين انترنت العراق، تحسين الانترنت في العراق امر لا بد منه، هناك مئات الالاف من الشباب يعملون على الانترنت، هنالك المئات من الشباب قاموا ببدء مشاريعهم على الانترنت وسوء الخدمه عائق امامهم، الانترنت ضروره وليس رفاهيه، حاجه انسانيه، احد اسباب البطاله هو سوء خدمه الانترنت. عدنان قال نطالب بتحسين انترنت العراق اسوه بباقي دول الجوار وتقليل اسعار حزم الانترنت العالمية إلى أكثر من 75% وتقليل كلفة نقل السعات داخل العراق وإلغاء نظام الوكلاء الفاشل والذي يعتبر حلقة وصل زائدة، تحسين انترنت العراق. والآن إلى فقرة أنت ترى. وقفة للمحاضرين المجانيين في أمام المديرية العامة لمحافظة ميسان وطلبوا بتحويلهم إلى صفة عقود أسوة بباقي المحافظات. المقطع الذي سوف نشاهده بعد قليل وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء، فلنتابع. نحن محاضرين ميسان 2020، إلى الحد الآن لم يعطونا حقوقنا كبقية المحافظات، بقية المحافظات تحولوا إلى عقود أكثر من شهر، وإحنا صارنا 3 أشهر مظاهراتنا وصارنا أكثر من أسبوعين معتصمين وناصبين تشادرنا في باب دائرة تربية ميسان، ونحن نطالب بأبسط حقوقنا، وهو العقد الوزاري. ما طالبين منهم لا تعيين ولا أي شيء، طالبين بحقنا أبسط حقوقنا وهو العقد الوزاري أسوة ببقية المحافظات. ونحن نوجه رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعتبنا عليه، شلون تجي لمحافظة ميسان وما تزور خيم الاعتصامات؟ شلون ما تجي وتزور محاضرين، ناس تربويين، ناس مدرسين، معلمين، شلون ما تزور خيمهم؟ احنا هنا معتصمين محاضرين 2020، جينا اليوم هنا ومعتصمين بباب التربية، نطالب رئيس الوزراء، ونطالب النواب، ونطالب كل من مسؤول، احنا نريد حقنا، عقود أسوة بباقي المحافظات. المحافظات كلها حولوها عقود، بس العمارة الوحيدة اللي هي أقل محافظة هي العمارة، عددها ما يقارب 5000 محاضر، بقية المحافظات الكل حولوها اللي هو عددها 29,000، 45,000 اللي هي ذي قار، الكل تحولت بس ما عدا محافظة ميسان. احنا لحد هسه ما نعرف من المسؤول عن تعطينا، احنا نريد هسه من خلال قناتكم نريد نعرف من المسؤول على تأخير شغلتنا، احنا مطلبنا العقود. أهلا بكم من جديد. يتداول مستخدمون لموقع فيسبوك فيديو يدعي ناشروه بأنه يظهر أجساما طائرة في السماء لا يمكن رؤيتها إلا من خلال نوع غريب من الزجاج، لكن الفيديو ليس حقيقيا وقد نشر للمرة الأولى على سبيل الفكاهة وأعيد استخدامه في سياق مضلل. ويبدو في الفيديو رجل يحمل مثلثا شفافا وعندما يضعه أمام عدسة الكاميرا تظهر أجسام غريبة طائرة في سماء المدينة. دعونا نتابع هذا المقطع المزيف. инопланетная стекляшка. Кусок стекла, блядь. Вот что это за хуйня. Это, блядь, какая-то технология, похоже, которая нахуй это. Как сказать-то? Скрывает, короче, ну, делает видимым. Через это стекло, вот специальное стекло, какая-то невидимость, видать, включена.
وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخي؟ ممكن تقرأ رسالتي؟ والله أقسم بالله الحشد الشعبي لواء 30 شبكي وآني شبكي أتكلم وياك جماعة أبو جعفر التابعين لبيت حنين القدو وابن حنين القدو، مسؤولهم طلعوا العالم من بيوتها بشكل إجباري وسجنوا أولادهم بسجون سرية تابعة للحشد، والبعض قتلوهم ودفنوهم بمقابر جماعية، والله العظيم حالهم يرثى له، وينزعون الاعترافات من الناس بالكهرباء والتعذيب. وأبو سيف كان مسؤول مقر كوكجلي، والله قتل هواي ناس ويسكن في سهل نينوى. نذهب الآن إلى الهاشتاج. يواصل ناشطو ثورة تشرين التحشيد على منصات التواصل الاجتماعي لانطلاقة موجة جديدة للثورة خلال الشهر القادم بالتزامن مع ذكرى انطلاقتها الأولى. ومن بين هذه الهاشتاجات التي ارتفعت وتصدرت ترند العراق كان هاشتاج الوطن يرجع بتشرين، في إشارة إلى شعار الثورة الأول الذي حمله المنتفضون: نريد وطن. دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات تحت هذا الوسم: راجعين بتشرين، زهراء قالت الوطن يرجع بتشرين، نكمل مسيرة شهدائنا بتشرين، دمهم غالي وما راح يروح. راجعين بتشرين، قالت الوطن يرجع بتشرين، شكلوا أحزاب سياسية باسم تشرين وعيدوا تدوير نفسكم على حساب الشهداء، واشتروا الشعب بكم شعار والصور الشهيد، بس ألا الثوار الحقيقيين مستحيل تقدرون تخدعوهم، مستحيل. حوراء قالت بعد 17 سنة من الذل والدمار جتك الفرصة حتى ترجع كرامتك وحقوقك ووطنك، استغلها. تشرين كابوس الأحزاب، الوطن يرجع تشرين. صدرة قالت ثورة تشرين كانت من البداية نصر إنا من تساوي الكل وما حد يسأل أحد أنت منين، من كل العراقيين صاروا عائلة واحدة، من تساوت البنية ويا الولد بالأدوار، من صرنا قلب على قلب، من أخيرا حسينا بالانتماء لهذا الوطن، من أنه قمنا نفتخر بأنه إحنا عراقيين، الوطن يرجع بتشرين. نذهب الآن إلى القصص المنوعة. هذه الدول تميزت بالسيطرة على الأمراض والفيروسات وأصبحت مثالاً يقتدى به خاصة أثناء جائحة كورونا. لنتعرف عليها وما الذي ميزها عن غيرها في هذه المادة التي أعدها أو أعدتها قناة CNBC عربي، فلنتابع. ومع هذا التقرير وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.